صباحكم الله بالخير متابعينا وين ما تكونون، صباح الخير في يوم جميل، وإن شاء الله أيامكم كلها جميلة ومرسومة الابتسامة على شفاهكم. نتمنى لكم أجمل الأوقات في بداية نهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكونون في أجمل الأوقات تقضونها، ولكن بالقانون وناخذ الحذر ونمشي بالشيء الصحيح، ونقول صباح الخير حق زميلي واخوي عبد الله. صباح الورد بفواز، صباح عليك وعلى كل من يشاهدنا في قناة الرياضية. صباح رياضي جميل، صباح رياضي، صباح تفاؤل، صباح بطولات، صباح انجازات. الأمانة يعني نستمتع في عيالنا ابطالنا اللي قاعد يقدمون الانجازات وقاعد يرفعون علم دولة الكويت، واللي قاعد يحققون ميداليات فضية وذهبية وبرونزية، والأمانة في كؤوس ما شاء الله، يعني بالذات اللي قدموا في بطولة الامارات، في بطولة دولة الامارات العربية المتحدة، الأمانة كانوا يعني يقدمون شيء جدا مميز. شكرا للناشئين الشباب لكرة القدم الأزرق الكويتي، الأمانة أبطال، واستضافنا منهم 4 لاعبين، يعني الأمانة فواز استمتعت بالحديث معهم. وما شاء الله تبارك الله، يعني إن شاء الله عسى الله تستمر هذه الإنجازات والوقوف على منصات التتويج من بناتنا وشبابنا، وما هو غريب عليهم، يعني هذا الشيء يعني متوارث تبارك الله، النشاط والشغف وال يعني والهمة، الطموح والهمة والأمل أنهم يحققون دائما النجاح ويوقفون على منصات التتويج ويكسرون أرقام. أنا تفاجأت عبد الله، يعني الجدير بالذكر مع المتابعين، تفاجأت أول أمس عند أخونا بضاري علي عناد أنه قام طالع كشوفات من الستينات لغاية اليوم، ما في سنة ولا في رياضة إلا الكويتيين كاسرين فيها رقم، ولا زالوا على هذه الأرقام، وعندهم جوائز أكثر يمكن دولة حصلت بحجمها الصغير بمساحتها، ولكن حجمها الكبير بعطائها وأبنائها. بصراحة شيء وايد حلو الأمانة بفواز، رغم الظروف القاسية اللي مرت علينا، وقوف بعض اللعبات يعني خلال الفترة اللي فاتت، ولكن عيال الكويت أبطال الأمانة. هذه شهادة حق، ولازم نقولها من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت ومن برنامجنا استديو رياضة، أنتوا أبطال ودائما تكونوا الأبطال، وإحنا وياكم قلبا وقالبا، ومهما تقدمون ومهما نقول الرياضة الكويتية تمرض ما تموت. ولما توقفت الرياضة شبابنا أصروا أن علم الكويت ما ينزل في المحافل الرياضية، وراحوا على حسابهم الخاص في كثير من المجالات الرياضية، ويعني سواء كانت الفردية أو الجماعية، سواء كانت الآليات الدراجات أو الزوارق أو السيارات، وحصلوا على جواز وأثبتوا وجودهم ورفعوا علم الكويت. فمهما كانت الظروف قاسية فالكويتي هو أقصى منها، الكويتي بطل في تحقيق البطولة. البطولة الكويتي بطل. بنروح وياكم نشوف فقرات ترند نتكلم اليوم، وعندنا 3 مساحات حوارية إن شاء الله راح نستمتع، نتكلم عن بطولة كأس أوروبا طبعا والبطولات الأخرى في الكويت، سواء عن كرة القدم أو عن رياضة الثانية. نشوف فقرة ترند وراح نرجع نتواصل مع ضيوفنا اللي بينورونا ويشرفونا. للبلاد فريق نادي الكويت لكرة السلة قادما من البحرين بعد تتويجه بلقب بطولة دوري سوبر الخليج لمنطقة غرب آسيا. أحمد الضفيري لاعب نادي الكويت أفضل لاعب في الجولة السادسة لمجموعة البطولة من دوري زين الممتاز لكرة القدم. لاعب الموسم في تشيلسي باختيار اللاعبين جائزتين مستحقة للفتى الذهبي كول بالمر. يريد توماس توخيل وظيفة مدرب مانشستر يونايتد. رسميا هاكان أفضل لشهر أبريل في الإنتر. يعتزم البريطاني أندي موراي المشاركة في بطولة جنيف المفتوحة للتنس اللي راح تنطلق في 18 مايو الجاري بعد شفائه من الإصابة.
نستمر وياكم مع الإنجازات ونستمر معاكم مع البطولات ونستمر وياكم دائما بالأخبار الرياضية الطيبة. ولا شك أن ما لنا غنى عن زملائنا وإخواننا اللي دائما يحللون الصحفيين محللين الرياضيين في أدق التفاصيل من خلال هذا البرنامج استديو الرياضة. معنا أخونا وزميلنا جابر الشريفي. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أخوي فيصل. نصبح عليك وعلى السادة المشاهدين وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة متميزة. إن شاء الله بإذن الله. والجدير بالذكر والجميل أن عاد للبلاد فريق نادي الكويت لكرة السلة قادما من البحرين بعد تتويجه بلقب بطولة دوري سوبر الخليج لمنطقة غرب آسيا. يعني شيء وايد يونس الصراحة. طبعا فريق نادي الكويت للأمانة فريق مميز. هذه البطولة المرة الثالثة على التوالي اللي يفوز فيها كبطل لبطولة الخليج. يمكن هي في النسخة قبل الماضية كانت بطولة مجمعة البطولة الخليجية كما جرت العادة في السنوات اللي سبقتها أن تكون البطولة مجمعة بين 8 أندية خليجية في بالدور يعني كل سنة في دولة. الآن يعني من الموسم الماضي تغير النظام، الاتحاد الآسيوي اعتمد نظام جديد للبطولة وهو يعني نظام الزونات، خلى البطولة تحت غطاء بطولة غرب آسيا لمنطقة الخليج تصفيات ولمنطقة الشام وإيران أيضا تصفيات. نعم. هني يطلع بطل وهني يطلع بطل. هني طلع من الخليج بطل الكويت نادي الكويت، وأيضا من بطولة الشام وإيران طلع نادي الرياضي، نبارك له أيضا فاز أمس على غورغان الإيراني. الفريقين طبعا بالإضافة إلى الحكم اللبناني وغورغان الإيراني والإضافة إلى هني الزاوية الثانية المنام البحريني وأيضا كاظمة الكويتي، الثلاث فرق راح يلعبون بنظام التجمع في قطر أعتقد إن شاء الله نهاية الموسم الحالي، لم يتحدد مكان بشكل رسمي ولكن التوقع والمؤشرات تشير أنه راح يلعبون في قطر نهاية الشهر الجاري. هذه ثلاث فرق مع أيضا بطل الهند بطل كازاخستان يجون اثنين فريقين من وسط القارة راح تغام البطولة، راح يلعبون بينهم، راح يطلع بطل واثنين الأول والثاني يلعبون نهائيات آسيا مع منطقة الشرق. بطولة مميزة الكويت قدم فيها مستوى متميز جدا. للعلم الكويت وصل إلى نهائي تجمع في النسخة الماضية وخسر من نادي المنامة. نعم. اللي كان غالبه في 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 الزون الخليجي. نعم. فيعني نتمنى ان الكويت يتجاوز المرحله هذه، ويعني كما هو عودونا ابطال فريق نادي الكويت الى تحقيق المزيد من الانجازات، واحنا نطلع للامانه لان الفريق يضم لاعبين مواهب على مستوى اللاعبين المحليين، عنده لاعبين مواهب مثل لاعب عمران جوهر، لاعب الكسندر الغيث، لاعب تركي حمود، لاعب حمد عدنان، محمد عدنان، لاعبين مميزين على المستوى المحلي. على مستوى الأجانب عنده محترفين على مستوى عالي، الهايتي كادي لالاني وأيضا أنتوني ماركس الأمريكي، وأيضا اللاعب اللي كان العلامة الفارغة في النهائي اللي لعب أمام المنامة وتم التعاقد معاه قبل المباراة بيوم هو الأمريكي يونغ، لاعب مميز جدا للأمانة كان العلامة الفارغة في النهائي أمام المنامة وقاد الفريق سجل 25 نقطة. نعم. يعني هذا بصراحة كان الحديث عليه كثير أنه يعني قبلها ب 48 ساعة أو أقل وكانوا يفكرون أنه هل راح يتأقلم مع الفريق أو أنه راح ينسجم معهم، ولكن قدم مباراة وسجل النقاط اللي ذكرتها. هو يعني لاعب مميز يمتلك سي في عالي، لاعب في الام بي اي مع فريق انديانا، تحسب للأمانة هذه الصفقة لمجلس إدارة نادي الكويت خصوصا والجرأة في التغيير يعني في هذا التوقيت. يعني أعتقد أن هذه خطوة إيجابية تحسب لإدارة نادي الكويت وإدارة الفريق، اللي أنا أعتقد يعني على رأس الجهاز الإداري هو نائب رئيس النادي بدر حسيمي، للأمانة متميز في إدارته لفريق كرة السلة. نتمنى مثل ما ذكرت، نتمنى إحنا يعني ما نبي نزيد من احتفالاتنا مع الفريق، نتمنى أن إن شاء الله نفوز في لقب البطولة المجمعة لنهاية الشهر الجاري، وبما يملكه الكويت من عناصر أنا أعتقد أنه قادر على التتويج باللقب. وبما أن إحنا في القلعة البيضاء، أحمد الظفيري لاعب نادي الكويت أفضل لاعب في الجولة السادسة لمجموعة البطولة من دوري زين الممتاز لكرة القدم، يعني الكل أشاد فيه. يعني أعتقد أن أحمد الظفيري من اللاعبين المتميزين للأمانة خصوصا في منطقة الوسط في الدوري الكويتي. اللاعب للأمانة هذا يعني هذا الجائزة أو هذا اللقب يحصل عليه المرة الثانية في الموسم الحالي،
وهذا ندل على ما يدل أن أحمد ظفيري لاعب متميز جدا. يمكن هو تم اختياره أن أفضل لاعب في هذه الجولة بناء على مباراة فريقه أمام الفحيحيل. الكويت في مباراة أمام الفحيحيل يعني عانى من طردين في وقت مبكر، يمكن دقيقة 54 عنده طردين، وبالتالي كان أحمد الظفيري هو العلامة الفارقة في الفريق من 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 عملية الربط بين الهجوم والدفاع كما هو يعني معتاد مركزه. حتى يعني أحمد الظفيري للأمانة يعني يمكن في المباريات الأخيرة كان ما يلعب أساسي للأمانة، وجاء المباراة هذه ولعب أساسي وقدم هذا المستوى. هذا للأمانة يحسب للاعب المحافظ على تركيزه وصفاء ذهنه في 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 تأدية يعني دوره بالشكل المطلوب اللي خدم فيه الفريق والوظائف اللي أولاها هي الجهاز الفني بما وانعكس على أداء الفريق وبما في ذلك يعني نتيجة ذلك حصل نادي الكويت على الفوز على الفحيحيل. ولا شك يعني أي لاعب يكون يعني هو متميز وأي لاعب يكون هو عند الأداء ويثبت وجوده هذا راح يفيدنا في المنتخب أيضا، يعني لما يكون هو متميز في النادي أكيد هذا راح يفيدنا في المنتخب. ما في شك أحمد الظفيري يعتبر من الركائز الأساسية في المنتخب الوطني. نعم. في هذا ولاعب الموسم في تشيلسي باختيار اللاعبين، جائزتين مستحقة للفتى الذهبي كول بالمر. يعني شوف أخوي فيصل، كول بالمر يعني من اللاعبين المميزين هذا الموسم في تشيلسي، يعني برز بشكل لافت. يعني كول بالمر للعلم هو أصلا يعني في الموسم الماضي لاعب مانشستر سيتي، ولكن يعني هو كمهاجم ما حصل فرصة أنه يلعب في السيتي فانتقل إلى تشيلسي. للأمانة أخذ فرصته في الموسم الحالي، أعتقد أنه هو الآن سجل 20 هدف في الدوري الإنجليزي وينافس على صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي. هذا الأمر يحسب للاعب بهذا يعني لاعب صغير في السن ويعني برز بشكل لافت. هو يعني بروزه ليس فقط على مستوى تشيلسي للأمانة، يعني حتى على مستوى الدوري الإنجليزي أنا أعتقد أنه من اللاعبين اللي كان لهم تأثير كبير في هذا الموسم الحالي. يمكن فريق تشيلسي ما ساعد، لأن تشيلسي في المواسم الأخيرة يعني قاعد نشوفه في مرحلة يعني تراجع. نعم. يمكن حتى مركزه في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي المركز الثامن، وبالتالي أعتقد يعني أن يعني وجود مثل هذا اللاعب وهو يعطي دفعة كبيرة لفريق تشيلسي. يمكن يعني الملاحظ اللي يجب أن ذكره في عندما تذكر كول بالمر يعني أنه لاعب شاب وبرز. الأمانة لاعبين تشيلسي أغلبية لاعبين تشيلسي هم لاعبين صغار في السن، لذلك يعني أنا أعتقد أن يعني كلهم عدم وجود وجود لاعبين جابر الفرق كلهم ما شاء الله عمرهم 16 17 18 يعني يعتبر شايب هذا إذا صار. لا في فرق تعتمد على عناصر الخبرة لازم، بس أنا أقصد التجديد الشابة اللي قاعد يصير في الدوري الأسباني في الدوري الإيطالي في الدوري الفرنسي الإنجليزي قاعد يأخذون الشباب الصغار ويدخلونهم، وقاعد تشوف نفس ما تفضلت النتائج قاعد تتغير. النتائج قاعد تتغير لأن فلسفة حتى فلسفة الكروية فلسفة المدربين تغيرت الآن. يعني اللاعب الصغير هو يعني تحتاج عناصر خبرة، ولكن يعني الأولوية اللاعب اللي يعطي في الملعب. اللاعب الصغير يمكن يعطيك 90% من 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 طاقته، أما اللاعب الخبرة عنده يعني شغف ويبي يحصل ويبي يوصل للجوائز، الكبير حصل خلاص خق. بما أننا نتكلم عن المدربين، توماس يعني يرغب في تدريب مانشستر يعني أنا أعتقد يعني أول شيء يعني توماس توخل هو مدرب بايرن ميونخ. أول شيء يعني نقول هارد لك لجماهير بايرن ميونخ على خسارة قبل النهائي أمس أمام ريال مدريد. يعني الفريق ممكن كان رايح للفوز، ولكن آخر ثلاث دقائق يعني انقلبت المباراة. أمانة يعني أنا شخصيا أستغرب من 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 توخل في أن اختياره لمانشستر يونايتد. اليوم يعني توخل مدرب يمكن يملك خبرة في الدوري الإنجليزي لأن سبق وأن درب تشيلسي. توخل أيضا يعني يمكن في السنوات الأخيرة حصل بعض الانتقادات على أداء مع الفرق اللي دربها. هو درب يعني بايرن ميونخ في منتصف الموسم الماضي وحصل معاه على لقب الدوري، لكن في الموسم الحالي لا، خسر لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن. انا اعتقد انه يعني اختيار توخل لمانشستر يونايتد انا اعتقد انه مو في محله، لان مانشستر يونايتد يعاني من بعض المشاكل عنده مرحله تجديد.
الفريق يحتاج إلى عملية صبر وبناء. أنا أعتقد أن الأنسب المدرب الحالي تنهاج لمانشستر يونايتد، أعتقد لو يتم التجديد معه من أفضل المدربين راح يكون في 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 راح يعني راح يصل إلى الهدف المنشود مع فريق مانشستر يونايتد، لأن يمكن هو بس هذا يعتمد على اختيار الإدارة. اليوم أنت مانشستر يونايتد عندهم إدارة جديدة برئاسة راتكليف، هذا يعني اللي استحوذ على النادي في منتصف الموسم الحالي، استحوذ على يعني الأسهم غالبية الأسهم لنادي مانشستر يونايتد. فلذلك أنا أعتقد قد يكون هذا الإدارة راتكليف ممكن عنده توجه إلى تغيير الجهاز الفني، ويعني رؤية معينة راح يبدأها بتغيير الجهاز الفني يمكن من خلال التعاقد مع توماس توخيل. يعني ما شاء الله أنا يعجبني أخوي جابر الشريفي لما يعطيني التحليل بالتفصيل، وخصوصا لما يكون اليوم صح معاي ومو جايبينك مزعجينك نفس رمضان نجيبك من الصبح والظهر والعصر. رسميا ها كان أفضل لاعب لشهر أبريل في الأنتر، يعني ها كان الأمانة لاعب من اللاعبين المميزين، يعني ساهم بشكل كبير الأمانة مع لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام في فوز وقيادة انتر ميلان للعودة إلى الفوز بلقب الكالتشيو الدوري الإيطالي. لاعب يمتاز في التسديد من الخارج، أيضا لاعب هداف، كان له دور كبير صراحة في فوز وحسم انتر ميلان للقب الدوري الإيطالي. أنا أعتقد أن جائزة في محلها ويستحق هذا اللاعب هذا البروز وهذا اللقب. ومن الكرة الكبيرة إلى الكرة الصغيرة ولمحبي كرة التنس، يعتزم البريطاني أندي موراي المشاركة في بطولة جنيف المفتوحة للتنس التي تنطلق في 18 مايو الجاري بعد شفائه من الإصابة. وطبعا هذا خبر لهم وايد يعني محبينا، اليوم أتوقع أو من أمس هم ناطرين هذه المباراة. شوف أخوي فيصل، موراي من اللاعبين المميزين في التنس، يعني أعتقد أنه أيضا حتى على مستوى الأولمبياد حصل ميدالية ذهبية في أولمبياد أعتقد لندن. موراي يعني ممكن الجيل السابق، من تكلمت أنت قبل فترة عن الأجيال حتى في لعبة كرة يعني لعبة التنس، الأمانة في جيل حالي طالع يعني الإسباني هذا اللاعب الإسباني ولا وحتى حركات جديدة بعد يعني أيوة. ما قمنا نشوفها في نوع من قام يعطيك نوع من الشو. لذلك الآن يعني يمكن نادال وموراي وديكوفيتش اللاعبين اللي كانوا يتبادلون تصنيف صدارة التصنيف الدولي للاعبي كرة المضرب التنس، يمكن الآن في جيل جديد طلع مثل الإسباني الكاريز. أنا أعتقد يعني هذا عودة موراي راح تزيد في المنافسة، خصوصا كلاعب يملك خبرة، لاعب مميز، بالإضافة إلى وجود لاعبين مميزين مثل ديكوفيتش في البطولات المقبلة، وخلط بين راح تصير منافسة قوية بين لاعبين الخبرة ولاعبين الشباب. لذلك أنا أعتقد أن عودة موراي راح تزيد حلاوة بطولات التنس. ودنا نحضرها إن شاء الله، نشوف لنا يوم إن شاء الله يكون عندنا هني ماكو شغل إن نقدر نروح نسافر ونشوف هذه المباريات الجميلة اللي لها طابع خاص غير اللي نشوفها في كرة القدم والسلة والمباريات الثانية. كل الشكر لك أخوي جابر، مشكور ما قصرت، يعطيكم العافية، وإن شاء الله راح نكمل وياكم مع تقرير أبطال كاراتيه وبطلنا اللي راح يكون ويانا وأيضا فقرة لوكيشن. أحرز أبطال الكويت إنجازات جديدة في عالم الكاراتيه، إذ حقق النجم علي العجمي الميدالية الذهبية بوزن 55 كيلوغرام، بينما استطاع عبد الهادي الحصول على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة. ضيفي الحلقة أبطال الكويت في لعبة الكاراتيه المصنف الثاني على العالم لعام 2023 في فئة الناشئين لوزن 57 كيلوغرام علي محمد العجمي وشقيقه عبد الهادي العجمي المصنف الثامن على العالم لوزن 52 كيلوغرام.
في كل حلقة متميزة بطبعا المحللين الصحفيين وزملائنا الرياضيين اللي يجون عندنا ويحضرون علشان يحللون الرياضة. ولكن في فقرة، يعني هذه الفقرة أنا استمتع مع زملائي سواء كانوا خلف الكواليس اللي في الكنترول أو المذيعين زملائي، نستمتع جدا بأن احنا نلتقي بأبطال رفعوا راية الكويت وقفوا على منصات التتويج، اتعبوا وخذوا من وقتهم الاجتماعي والعائلي ومع ربعهم والدراسة، ما بين الدراسة ما بين اللعب والاجتهاد والتدريب، وإذا كان عنده تحضير أو معسكر تلاقيه قاعد يتدرب من أجل أنه هو يحقق الهدف وأنه هو يحقق حلمه ويرفع راية الكويت ويوقف على منصات التتويج. اليوم أنا سعيد أنه يكون أحد الأبطال اللي إحنا نفتخر فيهم من عيالنا علي العجمي، بطل من أبطال الكاراتيه. أول شيء خلني أقول لهم خلونا نبارك له هذا الإنجاز بعد تحقيق الميداليتين الذهبية والفضية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي أقيمت في الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مرحبا ومسهلا. احنا يعني انا اللي المفروض اصور وياك سيلفي الحين، لان وياي واحد من الأبطال الواعدين ان شاء الله، ونشوفك نجم من نجوم الرياضة في سماء الرياضة بإذن الله. ما أبي أقولك على الميداليتين كهم موجودين، لكن أبي أتكلم شنو حجم الجهد اللي تعبه علي والوقت علشان يوصل إلى منصة التتويج. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اللاعب علي محمد العجمي، لاعب نادي التضامن الرياضي. والله نعم. مالك زود، لاعب نادي التضامن الرياضي والمنتخب الوطني الكاراتيه. الحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية والفضية. ما شاء الله. طبعاً جات بعد مجهود كبير سواء بالتمرين والتنسيق بين الدراسة. بين الدراسة والتمرين هذا شيء صعب، يعني لازم انك تشد حيلك فيه وتوافق بينهم جميعا يعني. ما شاء الله. طيب انتوا الحين يعني هذا التوقيت وتتنازل عن بعض الوقت مع ربعك، وانت شاب تبي الشباب تبي الطلعة والروحة، يعني احنا ندري الواحد وده بالجمعة، شلون قدرت تتحمل هذا كله وخصوصا اذا كان عندك تجهيز لبطولة راح يكون التدريب بدال مرة مرتين يمكن باليوم؟ طبعا التدريب هو شيء مهم اصلا عشان تحقق اي انجاز، وانا دائما في مقوله اقولها، من يبي الناموس لازم يتعب له، فلازم تشد حيلك يعني وتستغني عن اكثر الاشياء مثل الطلعات. هي راح تطلع انت وراح تستانس، لكن كل شيء يعني له مثل ما تقول وقته. نعم. ومخصص من يشجعك على هذه اللعبه؟ يعني احنا ندري الوالدين دائما خصوصا الام، يعني اذا شافت ولدها يلعب بالفنون القتاليه وتخاف، الأبو لا يشجع ويخليه يطلع رجال. من اللي كان يشجعك ومن اللي تأثرت فيه في البداية اللي خلاك تحب لعبة الكاراتيه؟ طبعا اللي شجعوني على هذه اللعبة اللي هو الوالد والوالدة، هم يعني الله يجزاك خير، هم اللي يعني مثل ما تقول قدموا لي نصائح كثيرة وساعدوني سواء نفسيا أو ذهنيا، يحضروني قبل البطولة مثلا يقول وافق بين الدراسة وبين الكاراتيه، لازم يعني توافق بينهم، لا تكل وتمل بينهم وشد حيلك فيهم. يعني علي من أحببك بالكاراتيه؟ الوالد. الوالد هو يلعب كاراتيه؟ لا ما يلعب. ما يلعب، فالظاهر كان وده يلعب أو كان هو اللي دخل باللعب. نقول لك يا أبو علي ما عليه، هذا الشبل من ذاك الأسد، وإن شاء الله تشوفه وتفرح فيه ونفرح إحنا ونشاركك بهذه الفرحة، ونشوف ولدنا وزملائه وأخوانه وخواته دائما اللي يرفعون راية الكويت على منصات التتويج. طيب شلون شعورك؟ هذه أول مشاركة تشارك فيها برا الكويت؟ لا عندي مشاركات كثيرة. مشاركات كثيرة، فأنت متعود على الجمهور، متعود على أجواء البطولات. شنو كنت أو المحاذير اللي كنت تحسب حسابها قبل هذه البطولة؟ الصراحة ما في يعني مثل ما تقول شيء محدد مخوفني أو مثل ما تقول مشتتني على هذه البطولة. أنا الحمد لله لاعب دولي سابق وقديم وعندي بطولات كثيرة، فيعني تعتبر مثل أي بطولة يعني أروح لها أو أسافر لها. يعني لازم تجهز صح، وأهم شيء ذهنك يكون معاك بالبطولة، يعني ما تروح مثلا تسافر البطولة وتركز بشيء ثاني مثلا طلعات ومثلا أي شيء ثاني، لا تركز بالبطولة انك انت جاي في مهمة دولية تجيب الميدالية وتطلع ترفع علم الكويت. كم بطولة علي حصل عليها؟ أكثر من بطولة، بقول لك عندي بطولات الدولية طبعا حصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة بولندا المفتوحة مع المنتخب، وميداليتين ذهبيتين في بطولة عمان المفتوحة، ميدالية ذهبية في بطولة آسيا كازاخستان عام 2021، وميدالية برونزية في بطولة الدوري العالمي بالمكسيك. أخاف أزعلك أنا ما تلعب كاراتيه وما أخذ بطولات. لا بالعكس. الله يطول لي عمرك. الله يجزاك خير. أي بطولة اللي تحس أنها هي فعلا لازم الواحد يحسب لها ألف حساب؟ هو مو مثل ما تقول يحسب لها ألف حساب، لازم مثل ما تقول تجهز لها تجهيز
قوي اللي هي بطولة العالم إن شاء الله. بطولة العالم، وهل علي هو متأهل إلى بطولة العالم؟ بإذن الله. بطولة العالم شهر 10/2024 راح تكون بإيطاليا، بإذن الله راح أكون من أول المشاركين، وبإذن الله راح أحقق الميدالية الذهبية بإذن الله. يعني إن شاء الله. طبعا أنتم في عندكم تصنيف وفي فئات. إيه نعم، تصنيف. تصنيفك أي تصنيف؟ أنا تصنيفي الخامس على العالم في فئة الشباب تحت 55، تحت وزن 55 كيلوغرام. اي اشوى 55 كيلوغرام مو 55 سنة؟ لا هلك طولة العمر. طيب نبي نتكلم، إذا مثلا الحين بنقول اليوم علي لما يدخل مباريات لا شك على هذه البطولات في من اللاعبين أو الفرق الثانية يحسب لك حساب، هل أنت دائما تفاجئهم بتكنيك كل مرة في كل بطولة تغير تكنيك حتى لا يركزون عليك؟ طبعا كل لاعب له تكنيك معين وله مثل ما تقول أشياء معينة معروف فيه هذا اللاعب، لكن اللاعب الذكي اللي يعرف كل مباراة يختار له تكنيك أو يعرف يلعب على طريقة الخصم أو يلعب عكس طريقة الخصم بالملعب، مثل ما تقول بمساعدة كابتنك ومساعدة اللي معاك هم يعني اللي يحددون لك، وانت من نفسك من خبرتك بالبطولات السابقة تحدد يعني انت شلون راح تلعب هذه المباراة، شلون راح تلعب هذه المباراة، عشان هو لا يجي هو عارفك وحافظك يعني بالملعب. تقدر يعني تغير دائما، يكون في تغيير بعض المباريات، ويكون هذا سبب هو من الأسباب الرئيسية اللي يخليك فعلا تتغلب على خصمك. اي نعم صحيح. شنو أهم شيء يكون عندك غير التركيز؟ اليوم انت عندك مباراة، فهل انت تسوي نفس ما تفضلت ان انت تبحث عن اللاعب هذا وشنو تكنيكه وتشوف له مباريات ثانيه؟ طيب لو ما كان عندك مباريات او كان لاعب جديد شلون تتصرف فيها؟ هو اول شيء قبل كل مباراه لازم وش تكون مركز ذهنيا بالبطوله، تكون اول شيء قبلها بيوم نايم عدل ومبتعد عن المطاعم ومن اي شيء يلهيك عن الرياضه وعن مثل ما تقول ينقص طاقتك. اذا لعبت مثلا مع لاعب، اذا كنت لعبت معاه مثلا من قبل مرة، أكون أتابع له مباريات، أشوف أخطاء وألعب على أخطاء عشان أقدر أفوز عليه. إذا ما عندي مباريات أخلي مثلا أخلي كابتني يعني يطالع له مباراة بنفس البطولة، يطالع له مباراة ويحدد أخطاءه وإيجابياته ويقول لي، وأنا بالملعب أقدر مثل ما تقول ألعب على أخطاءه وأتفادى النقاط القوة مالته، أقدر أتفادى أو أدافعها مثل ما تقول. نعم. أصعب خصم؟ أصعب خصم صراحة الصراحة أصعب خصم عندك في بطولة آسيا، نهائي بطولة آسيا 2021 اللي هو الخصم السعودي، يعني كان مثل ما تقول زين منا وفينا يعني ما نمون عليه مثل ما تقول هو مو أصعب خصم، يعني كانت مباراة مثل ما تقول قوية ومثل ما تقول مشحونة، يعني هو أول نهائي آسيا بعد انقطاع الكويت، ولعبت مع النهائي والحمد لله فزت عليه بنتيجة 6-3 ما شاء الله، 6-2 فزت عليه ما شاء الله، عرفت يعني وجبت الذهبية. وردت فعله كان زعلان زعلان نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. طيب شنو استعداداتك حاليا لغاية شهر 10؟ يعني إحنا عندنا شهر 5 6 7 8 9 10، 6 شهور، فالست شهور هذه وعندك امتحانات الحين، فراح يكون عليك الحمل ثقيل. أول عندي استعدادات وبطولات كثيرة بهذه الأشهر، مثل عندي مثل ما تقول بطولة الدوري العالمي بإسبانيا راح تكون بعد أسبوعين بإذن الله، وعندي بعدها بطولة الدوري العالمي بكرواتيا، وعندي بعدها في معسكر مع النادي مع المنتخب إن شاء الله، وبعدها راح يكون بطولة آسيا، وبعدها بإذن الله راح تكون اللي هي بطولة العالم. بطولة العالم ما شاء الله، إحنا نتمنى لك التوفيق ونبي نطلبك طلب على الهواء. نبي تكون متواصل ويانا في قناة الرياضية تعطينا يعني كل تجهيزاتك. حاضر. قبلها بشكل رسمي، لو إيميل لو كتاب، على أساس أن إحنا نجهز وياك ونكون فخورين طبعاً إحنا فيك، أن أنت وأمثالك من الشباب والبنات، أن إحنا نروح وياكم ونغطي لكم التغطية ونتابع أخباركم، وهذا دورنا. ما قصر. كل اللي نبي منكم التواصل. حاضر. علشان أن إحنا نأدي دورنا بالشكل الصحيح، وبالعكس هذا يعني حق من حقوقكم، أنتم شباب كويتيين اليوم وإحنا موجودين ومتواجدين من أجلكم، فعلشان نقدر نوصل هذا التعب والإنجاز الجميل، وإن شاء الله بإذن الله راح ندعي لك أن أنت تحصل على المركز اللي تبيه ونفرح وياك. شنو تحب تقول يعني إخوانك وخواتك من عمرك وخصوصا الرياضيين وغيرهم في هذه يعني في نهاية هذا اللقاء؟ حاب مثل ما تقول أنصح منهم يدشون أي رياضة، يحركون جسمهم، يبتعدون عن الأشياء مثل ما تقول المطاعم، الأشياء اللي مثل ما تقول تزيد السمنة، ويتجنبون القعدة الكثيرة بالبيت والألعاب الإلكترونية، مثل ما تقول يخففون منها، لأن ما في شخص أقدر أقطعها. نعم. يخففون منها بشكل مثل ما تقول متوسط، وأهم شيء الرياضة يعني يلعبون رياضة.
لو هلو. ركب الله يعطيك العافية ومشكور وشكرا أن أنت يعني أعطيتنا من وقتك اليوم وحضرت عندنا، وإحنا اللي سعداء عندنا نجم من النجوم من شباب الكويت، نجم من يعني من نجوم سماء الرياضة، وما هو غريب على عيالنا، وهذا شيء يعني جميل وإحنا نفتخر فيه. ويعني قال لكم ابتعدوا عن المطاعم، بس ما كملتها علي عن العزائم بعد تعجمي يعني لازم عزائم فيه وفي العزائم أهم شيء بس لازم توخر عنها. الله يعطيك العافية، كل الشكر لأخونا علي العجمي بطل من أبطال الكويت في لعبة الكاراتيه. نقول يعطيك العافية ونروح معاكم تقرير لوكيشن. تحت إشراف لجنة الميني جول وبالتعاون والشراكة مع المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج، تقام المباراة التضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي تحمل مسمى الكويت مع فلسطين، التي سيشارك فيها نخبة من منتخب الكويت الوطني وكوكبة من الإعلاميين. حتى نتعرف معكم أعزائي المشاهدين على هذا الحدث، خلوكم معنا. دعم القضية الفلسطينية، وهذا مو غريب على دولة الكويت بكبرها، في دعم الحق الفلسطيني المشروع، وابدي فيها حكومة وشعبا كلنا مع القضية الفلسطينية، وهي القضية الأساسية المركزية. هي رسالة بنوصلها، نبي نشارك بأي شيء نقدر عليه. وجودنا نحمل اسم فلسطين. نظل الشارع الكويتي أن احنا متوافقين مع القادة السياسية ومع التوجه السياسي تجاه قضية فلسطين. طيب اليوم أن احنا نرجع نذكر الناس بأن وقفتنا ضرورية. لن ننسى فلسطين، لن ننسى القدس، لن ننسى أهلنا في غزة. اليوم طبعا احنا كلعبة ميني جول، لعبة كويتية المنشأة، تأسست في سنة 2017 ودخلت اللجنة الأولمبية في سنة 2020، عملنا فيها مجموعة بطولات للتعريف على اللعبة، إن شاء الله تتحول للعبة دولية بإذن الله تعالى. حقيقة احنا بنتوجه طبعا بالشكر الجزيل للجنة الميني جول الكويتية اللي يعتبروا شركانا، نحن شركاء في هذه الفعاليات، وهي الفعالية الثالثة منذ بدء الأحداث طوفان الأقصى، فهذا بيعزز دعم شريحة الرياضيين للقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه اليوم إضافة أنه شريحة الرياضيين أو قدامى لاعبي المنتخب والإعلاميين الكويتيين، فهذا أقل شيء إحنا نقدمه يعني حضورنا، وإحنا داعمين القضية أصلا من أول ما انولدنا، يعني هذا الشيء مو هو جديد علينا. طبعا جت الدعوة من أخونا الغالي رئيس مجلس يمكن إدارة لعبة هاي ميني جول، فلبينا له الدعوة، يعني أنا الشيء في قضية الفلسطينية أول الداعمين لها في هذه. سعيد جدا بتواجدي مثل هذه اللقاءات، أكيد طبعاً دلالة عمق العلاقات ما بين البلدين، وفرصة أن احنا نشوف أخواننا الرياضيين، صار لنا وقت ما شفناهم، ويعني أهمية المباراة هذه وأهمية اللقاءات هذه تعطي انطباع أن فعلاً هناك يعني تواصل، هناك لقاءات، هناك أهمية لدعم مثل هذه القضايا، فكل الشكر لكم، وإن شاء الله دائماً نلتقي بخير وفرح وسعادة يا رب. إن شاء الله ربي يفرج عليهم أهل فلسطين إن شاء الله، وقلوبنا معاهم دائماً. وأشكر القائم على هذه اللعبة السيد حسن الخواجة أبو أحمد، وهو تعب على هاللعبة وأسسها بالكويت، ودائما هي لها بادرات طيبة مع فلسطين، هذه مو الأولى، هذه يمكن الرابعة أعتقد أو الخامسة، ف يعني دائما إذا مو عن فلسطين حق ذوي الاحتياجات، حق أصحاب الهمم، يعني دائما في مباريات إنسانية دائما يسوونها الميني جول. بداية مشكورين على كل جهودكم اللي قاعدين تقومون فيها، ويعني شهادتنا فيكم مجروحة بكل الجهد المبذول، وإحنا أكيد أقل شيء نقدر أن احنا نسويه هو أن احنا نظل نسلط الضوء ونظل نذكر الناس بأن هذه القضية قضية لا تموت في أي نوع من أنواع المشاركات اللي نقدر أن احنا نقوم فيها، والأهم من هذا كله ميني جول والفعالية اللي أنا على حد علمي هذه مو أول فعالية تقام نصرة لإخواننا وأهلنا في فلسطين. و
وهذا جزء يعني من المجتمع والشعب الكويتي انه يقدمه، ولو ان نذكر دخلنا في 103 للمذبحة والجنسايد اللي قاعد يصير في غزة، فلا بد ان نذكر. ومشكورين جمعية الثقافة، ولعبنا خوش مباراة حلوة يعني بين الاعلاميين والرياضيين. بلا شك احنا دائما وابدا قلوبنا مع فلسطين، دائما وابدا احنا مساندين لهذه القضية وين ما كانت. ربما الكل يتحدث يقول انت متواجد في امر ترفيهي وبطولة ترفيهية، ولكن هي رسالة لاخواننا الفلسطينيين، فانتوا موجودين في كل لحظة احنا نعيشها، سواء كنا مرتاحين سواء كنا قلقين انتوا في البال على طول. هذه البطولة هي منا لكم. وقضية غزة اللي هي أساسا هي قضية جميع المسلمين، قضية الكويتيين بشكل خاص تعتبر هي قضيتنا الأولى، سواء كسياسيين كشارع الرياضي، شارع السياسي، شارع الاجتماعي، كلنا يعني تعتبر بالنسبة لنا هذه هي قضيتنا الأولى. وبكذي أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا معكم إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، المباراة التضامنية التي حملت اسم الكويت مع فلسطين تضامنا مع الأشقاء في دولة فلسطين، على أمل أن نلتقيكم في تغطيات أخرى. كان معكم عادل عويد، إلى اللقاء. مهما فعلنا ومهما سوينا ومهما تقدمنا فنحن مقصرون مع أخواننا في غزة. نتمنى لكم إن شاء الله يا رب العالمين في هذه اللحظات وفي كل اللحظات وفي صلاتنا وفي قيامنا وفي جلوسنا وفي كل أوضاعنا، نتمنى أن الله يفرج عليكم، ونتمنى أن احنا نقدم لكم كل ما نستطيع قيادة وشعبا، ويعني نحاول بكل الطرق، كل واحد في مجاله، كل واحد في تخصصه، سواء كان إعلامي أو في مجال الطب. أخواننا اللي راحوا وحضروا في غزة وشافوا المشهد يعني والمذبحة على أرض الواقع، احنا اليوم قاعد نشوف في التلفزيون ونحاول ان احنا نقدم شيء، وكثير من القنوات وكثير من الشعوب تحاول ان هي تصف صف واحد مع شعب غزة، ليس بس فقط المسلمين ولكن كل من يشعر بإنسانية ويشعر بمسؤولية إنسانية يوقف ضد ما يحصل في فلسطين وفي غزة. ونتمنى بإذن الله عاجلا وليس آجلا بأن الله يفرج عليكم، ونفرح وياكم ونحضر عندكم، وحتى كل ما نملك نكون احنا وياكم عندكم، ليس بس فقط في هذه اللحظات ولكن دائما وأبدا نكون دائما إيد واحدة ومع بعض. كثير من الكلام ودنا ان احنا نعبر فيه، ودنا ان احنا نتكلم فيه، ولكن يصعب علينا الكلمات والمعاني ما تسعفنا ان احنا نعبر عن شنو بالضبط. اعبر عن المشهد اللي نشوفه والمذابح، ولا نعبر عن الظلم، ولا نعبر عن الجوع، ولا عن العطش. قاعد نحاول بكل ما نستطيع، ولكن نقول الله المستعان وبإذن الله الفرج قريب. ونكمل وياكم برنامج استوديو الرياضة. قاد البديل خوسيليو ماتو فريقه ريال مدريد للانتصار بنتيجة 2-1 خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء أمس الأربعاء بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في معقل الميرينغي سانتياغو برنابيو. وسجل الأهداف لريال مدريد خوسيليو في الدقائق 88 و91، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، وكان الميرينغي قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق البافاري بنتيجة 2-2 ليتأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين. وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي ليضرب موعدا مع بروسيا دورتموند الألمانية. ما أبي أقول ضيف، ولكن هو زميل وجزء من هذا البرنامج، يعني أخونا المحلل لقناة الرياضة أخونا محمد راشد. أول شيء صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، إحنا طفنا للساعة 12، مساك الله بالنور، مساك الله بالخير. نبي نتكلم يعني اليوم شفنا مباراة أمس الكثير يقول فيها حصل الظلم، وخصوصا هذه المباراة في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أوروبا، ما شاء الله كثر البطولات، هذا صار بزنس هو أصلا ما صار رياضة. فشفنا أمس
أنا بصراحة شخصيا كفيصل ما أشجع لا هذا ولا هذا، أنا أشوف مباراة الجميل كان فيها ظلم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أكيد مباريات دوري أبطال أوروبا تختلف، خاصة إذا تواجه ريال مدريد وهو زعيم البطولة مع فريق كبير مثل بايرن ميونخ. أعتقد أن مباراة أمس بعيدا عن الحالة الجدلية اللي آخر الدقائق اللي أنت ذكرتها أن فيها ظلم، فيها تسلل ما فيها تسلل ورفع الراية الحكم قبل لا يصير التسلل، قبل لا يحسب التسلل. لا أشوف الحالة راح نتكلم عليها بعد شوي، بس كان شكل مباراة، كانت مباراة مميزة تليق باسم الفريقين، خاصة في باسم البطولة الأقوى على مستوى أوروبا دوري أبطال أوروبا. نبارك لجماهير ريال مدريد، نقول هارد لك لجماهير بايرن ميونخ. يعني المباراة كانت مميزة، كانت جميلة للدقائق الأخيرة. إيه يعني أنت إيش رأيك بصراحة بالحالة الجدلية؟ والله شوفوا الحكم المساعد لايمن هو اللي سبب هذه المشكلة يعني. يعني إحنا حتى المدريديين أمس قاعد يقولون هذا شيء طبيعي انه يحصل هذا معانا لان احنا مدريد. لا مدريد ما شاء الله يتعاملون ظهر ويا ساحر، بالدقائق الاخيره دائما يغلبون النتيجه. لكن الحاله المساعد الحكم اللايمن هو استعجل برفع الرايه، فاجبر الحكم على صفارة اللعبة. فتشوفها يعني في ناس يقولون أوفسايد، في ناس يقولون مو أوفسايد. يعني احنا ما راح نتكلم عن الحالة هذه، راح نتكلم على مجريات المباراة بشكل كبير. بشكل عام المباراتين يعني شفنا يعني قدموا الفريقين شيء يعني ممتاز جدا، ملحمة كروية، وكان وكان مدريد مستحوذ يعني لمدة طويلة أو فترة طويلة من الشوطين، ولكن أيضا بايرن ميونخ يعني يفاجئك بردة الفعل. صحيح، شوف المباراة اصلا يعني كانت متوقع ان اي فريق ممكن يتأهل، يعني هي نهائي مبكر قبل النهائي الاساسي. ريال مدريد كان هو المسيطر على المباراة، هو اللي ضاع فرص خطرة كثيرة على مرمى بايرن ميونخ، لكن ميونخ استفاد من تسجيل الهدف في جملة تكتيكية وهجمة مرتدة سريعة، واستمر الضغط العالي لريال مدريد لغاية الدقيقة 87. نعم يعني احنا شفنا في هدف لمدريد ألغي والسبب الفاول، فاول نعم العفو، وفي ايضا يعني حتى الجول الثاني اعتقد هم اللغة بداية تسلل بعدين رجع احسبها. نعم. طبعا شوف الهدف الاول هناك خطأ على مدافع ناتشو، دفع اللاعب بالوجه اللي اثر على المباراة بفواز بشكل كبير، وسبب قلبت سبب قلبة النتيجة هو تغييرات أولا مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي اللي أعطى زيادة عددية داخل منطقة الجزاء لفريقه، زائد الخطأ اللي تحمله قائد فريق بايرن ميونخ الحارس المرمى نوير، خطأ لا يغتفر للأمانة. يعني الكرة كرة كانت سهلة جدا وبإيده ماسكها ما أدري ليش هدها، فسبحان الله الكرة وخاصة البطولة هذه تحب ريال مدريد. يعني هذا الخطأ لا يغتفر من حارس مثل نوير اللي أبدع وتألق في مباراة أمس وتصدى لهجمات كثيرة وفرص كثيرة لريال مدريد. نعم يعني أنا أحاول يعني من باب الطرفة دائما يعني في بعض الجروبات أقول لهم يعني ما شاء الله يعني الكرة تحبكم والحكم يحبكم والجمهور الجمهور يحبكم، الكل يحب ريال مدريد خاصة والله للأمانة في البطولة هذه. يعني هذه حالة تدرس بفواز خاصة. نعم. لريال مدريد في الدقائق الأخيرة دائما اللاعب يطيح الرتم عنده، يطيح اللياقة البدنية عنده، يطيح التركيز الذهني عنده، إلا ريال مدريد سبحان الله. نعم. بالدقائق الأخيرة دائما تلقاه هو اللي بيهاجم وهو اللي بيسجل وهو اللي يحتاج دعم جمهوره، وحتى يعني لاحظنا مباراة اللاعبين يطلبون من الجمهور الدعم، يطلبون من الجمهور الدعم 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 في الدقائق الأخيرة، فهي دقائق مسجلة باسم ريال مدريد. لو بنتكلم عن نقاط ضعف ما بين الفريقين بايرن ميونخ ومدريد، لا شوفوا مو نقاط ضعف، هو الدكة اللي فرقت ويا ريال مدريد، اللاعبين اللي على الدكة البنش اللي خاصة نتكلم على مودريتش وكافينجا، نتكلم عن إبراهيم دياز خوسيلو، يعني عملوا الفارق عكس لاعبين ريال عكس لاعبين بايرن ميونخ اللي ما قدموا الإضافة في 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 هذه في هذه المباراة. نعم يعني بس ما شاء الله يعني نرجع حق حارس المرمى، حارس المرمى إيه طبعا راح يعني يتحمل راح يتحمل مسؤولية كبيرة، تحمل المسؤولية وهو أخرج فريقه من قبل النهائي. يعني أعتقد أن نوير كان يتعامل مع الكرة بشكل أفضل وأكثر دقة خاصة الدقائق الأخيرة 87 مع العلم أنه بدع في الشوط الأول،
تألق وتصدى تسديدات عديدة من ريال مدريد، لكن هذه يعني على قولتهم غلطة الشاطر بألف، خاصة الحراس أو المدافعين إذا أخطأوا أمام المرمى يتسجل عليك هدف. المؤدين يقولون يعود الفضل حق منه في فوز مدريد، يعني هذا الصراحة سؤال ملغوم. المؤدين ظاهر يحبون مدريد، يعود الفضل لا ما يحبون مدريد يعود الفضل للساحر، الفضل للساحر اللي يملكه أنشيلوتي. لا طبعا أكيد يعني في عمل، في عمل قام في ريال مدريد، في عمل قام في مدرب الفريق، التبديلات اللي عملها كارلو أنشيلوتي كانت إضافة مميزة فعلا. التغييرات هذه هي أحدثت يعني تغيير كبير في المباراة. نعم، لو نشاهد ريال مدريد كان يلعب من غير رأس حربة صريح، فأجرى تغيير وبنزول خسلو رأس حربة صريح سجل هدفين خلال 10 دقائق، سجل هدفين. هذا التغييرات تحسب للمدرب، تحسب للاعبين، تحسب للفكر ريال مدريد. أنا قلت لك هذه حالة لابد والله العظيم تدرس لجميع الأندية، إن الفريق يقاتل لآخر دقيقة مع ريال مدريد. طبعا إحنا هالمباريات هذه يعني أو الدوري هذا الإنجليزي أو الإسباني وغيره نقول لما يصفر الحكم تعرف النتيجة الحكم. ما تقدر تقول. أنا أقول لك ريال مدريد فريق خاصة في البطولة هذه للأمانة هي تحب ريال مدريد، وسبق وطلعنا هني مع أخوي أحمد قلت له أو أخوي غريب قلت له أنا البطولة هذه تحب ريال مدريد، يعني يملك 14 بطولة تحب. 14 بطولة وهذه ممكن 15، ممكن 15 أو 16 تصير. لا 15. أيضا مباراة يعني اللي تفاجأنا فيها خسارة باريس يعني من دورتموند، يعني أسبابها كانت متعددة ومختلفين فيها، وحتى امبابي طلع زعلان. شوف مباراة باريس وبروسيا دورتموند للأمانة أنا شاهدتها كاملة. فريق باريس لم يكن سيء في المباراة، كان هو الطرف الأفضل. يمكن اللي حرم باريس سان جيرمان الغائم والعارضة للأمانة، يمكن 4 كرات كانت تتسدد في القائم أو في العارضة، وتألق حارس دورتموند وأيضا تألق خط الدفاع لبروسيا دورتموند هو اللي حرم باريس. لكن كشكل عام قدم مباراة كبيرة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، لكن المفاتيح اللعب مثل إمبابي مثل ديمبلي ما كانوا في يومه. لما يكون مفاتيح لعبك وقوتك الضاربة لم تكن في يومها فمن طبيعي أنك ما تسجل. يعني توقع ممكن راح يغير شنو يحتاج علشان يكون في المقدمة في يحتاج استمرارية، يحتاج مشروع، يحتاج جلب لاعبين على مستوى عالي. هو باريس مشكلته أنه كل موسم يفقد عنصر مهم، والحين ممكن إمبابي يعني ينتقل لريال مدريد، فإمبابي يعتبر أهم اللاعبين الموجودين في باريس سان جيرمان. لابد أنه يعني يحافظ على لاعبينه بشكل أكبر ويدعم فريقه بصفقات لاعبين مميزين لتحقيق البطولة. يستحق دورتموند أنه هو يروح للنهائي صراحة؟ بروسيا دورتموند يستحق، لأن الفريق يعني اللعب كله كان حق باريس. لا نتكلم عن اللعبتين ونتكلم عن مشواره هو يعني بروسيا دورتموند كان في مجموعة باريس سان جيرمان، كان في نفس المجموعة مع ميلان ومع نيوكاسل، وتأهل. أكيد الفريق لما يوصل لمباراة النهائي أكيد يستحق، هناك عمل، هناك جهد يبذل من بداية الموسم، أكيد يستحق أنه يوصل النهائي. المباراة النهائية يعني هل تتوقع ممكن أنه هو يقدر يواجه؟ والله شوف انها نفس مدريد ويعني دورتموند ممكن انه يواجه يعني مدريد والتاريخ والخبره هذه كلها. شوف ريال مدريد يعني بالنهائي ما اعتقد انه ممكن خسر في السابق، انا ما ادري تاريخيا اذا خسر النهائي، لكن ريال مدريد من الفرق اللي صعب للامانه ان تجاريها. يعني انت لازم تلعب وياه لصافره الحكم فعلا. فريق ريال مدريد خاصه في دوري الابطال فريق مغاير عن مرتين الدوري. خسران النهائي مرتين، ان شاء الله الثالثه لا ما اعتقد. والله شوف الفريقين ممكن يعني يحققون البطوله، لكن الاقرب للامانه ريال مدريد. وامس يعني في طريقه سووها لاعبي ريال مدريد احتفلوا قبل مباراه النهائيه، وهذا ممكن يرجع بالعكس على ريال مدريد، احتفلوا بتيشيرت رقم 15 انه يحققون بطوله 15، وغللوا من احترام فريق بروسيا دورتموند، فهذا ممكن ياثر عليهم في ياثر المباراة. عليهم لانهم بيشوفون حالهم ايه ممكن. بنفس الوقت انه يعني ممكن تكون هي يعني مثل ما يقولون ان بالمنافسه ان انا قاعد احاول انزل من عزيمتك. عزيمتك ممكن هو هي سلاح، ممكن ايجابي او يعني سلبي، بس ان بس ردود افعال اعلاميه علشان ممكن ان اللي قدامي الخصم انه يكون عنده الرهبه وما يقدر يدخل المباراه. ممكن بس انا اقول لك يعني خبره ريال مدريد في النهائيات خاصه انت تتكلم عن اخر 3 مواسم
نهائيين يعني وخروج من قبل النهائي، فاعتقد ان ريال مدريد هو الاقرب للبطوله اذا ما حدثت مفاجاه وفاز بروسيا دورتموند. يعني وان شاء الله يطلع الحكم ما يحبهم بعد ولا يحبهم. ما شاء الله الكل يحبهم ريال مدريد. كل الشكر لك اخوي محمد راشد، نلتقي وياك بحلقاتنا القادمه. يعني دائما ناخذ من وقته ونخليه يتعنى، والله يوقف هنا عندنا يقعد يعني بالساعه كله تحضير وتجهيز، وهذا شيء ما هو سهل. لا تعتقدون ان زملائنا والعاملين على هذه البرامج تأتي من فراغ، ولكن تأتي من بعد جهد. يعطيك العافية، الله يعافيك. الشكر لك، نتمنى لكم يعني على قولتهم مثل ما يقول نهاية عطلة الأسبوع جميلة وسعيدة، ونتمنى لكم أوقات حلوة. نشوفكم على خير يوم الأحد إن شاء الله مع زملائي. مع السلامة.